حياكم الله متابعيني، ويا هلا فيكم. قصتنا الليلة قصة مميزة راح تعجبكم، واتمنى الجميع يسمعها. اولا صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على محمد. بداية قصتنا، هذا واحد شاب يقول الله نعم علي توظفت، يقول بعد ما توظفت قلت فكرت اني اتزوج، يقول فكرت اني اتزوج وكان نفسي يجيني ولد. يقول مهم تزوجت انبسطت مع زوجتي، يقول حملت، يقول أول مولود جاني بنت، يقول ها فرحت ولا فرحت؟ يقول قلت الحمد لله، أول مولود بنية وبنات حلوات، يقول فرحنا فيها وشرينا ملابسها. والمهم يقول بعد سنة يقول حملت زوجتي، قلت خلاص إن شاء الله بتجيب لي الولد. يقول حملت وجابت بنت. يقول هنا كأني زعلت شوي، قلت يلا معلش تلعب مع اختها وتسليها من يقول وانا يعني جواي داخلي ابا ولد، يقول احس بضيق ابا ولد. المهم يقول بعد سنتين يقول حملت زوجتي وجابت بنت. يقول هنا ضاق صدري، جابت البنت الثالثة. مع ان سبحان الله البنات هم وردة البيت، هم صراحة زهرة البيت. البنات والله ما في زيهم صراحة، ما لا ما في قصور في العيال وكلهم عطايا الله، لكن البنات برضه يعني لهم يعني ميزتهم في الحياة. المهم ماكم بالطويل، يعني ما وفيها رحمة صح، البنت رحمتها أكثر لأبوها وأمها من العيال. ودحين البنات حتى أكثر شيء البنات هم اللي يفتحون البيوت أكثر من العيال، فالصلاح من الله. المهم جابت البنت الثالثة، ضاق صدره. يقول بعد سنة حمل زوجتي، قلت خلاص الحين بتجيب الولد. يقول جابت البنت الرابعة، يقول أنا هنا خلاص سكت يقول سبحان الله ضاقت بالدنيا في ذاك اليوم. يقول روح للاستراحة مع زملائي واسهر ذاك الليل. يقول وأنا طالع الساعة 12 من الليل، وكان علينا برد برد شديد مرة، يقول برودة شديدة، يقول لحد الشوارع يعني ما في أحد فاضي من شدة البرد. يقول أمر ذاك الشايب فاتح سيارته، وعنده يقول كذا حاط غترة على فمه مع هذا البرد الشديد وما في أحد، يبغى يبيع ذرة. يقول حاط كراتين الذرة قدامه. يقول أنا هنا حزت في قلبي، يقول حنيت على الشايب، يعني ذا الوقت ما في أحد، وش يبي يدور رزقه ولا في أحد يمه. يقول أنا أريوس وأرجع أخذ دورة كاملة كأنه ما شافني وكاني بشتري منه. يقول يا عم أنا بشتري منك ذرة، أهلي يحبون الذرة، بناتي وأمي وخواتي، وأبغى منك كمية. يا ولادي خذ لي تبي. يقول أنا داري الشاي ما قعد الوقت إلا أن حادة الدنيا ومحتاج، قلت خليني أخذ اللي عنده كله والله يرزقه. يقول قال يا ولادي أنت تاخذه مني كله عشان حان على وضعي ولا وش وضعه؟ قال لا أبدا، أهلي كلهم يبغون يحبون الذرة وخواتي أبد، عطني كراتين كلها. قال كلها؟ قال لي والله كلها، وأعطيك حسابك ذا الحين. يقول يحمل معي ويحط، يقول أركب معي السيارة. قال يا ولادي أنت صادق تبى تبيع تشتريها مو بحانن علي أهلك وأنا؟ قال لي والله أنا أهلي يبونه ويحبونه. يقول أنا أهلي ما يبونه، بس عاد أبغى يعني أتوجر فيه. يقول المهم يقول يوم بعت أعطيته فلوس، يقول يرفع يده. قال أنت وش نفسك فيه يا ولادي؟ قلت والله ما نفس الدنيا دي، الحمد لله كل شيء عندي وما قاصرني شيء، لكني والله نفسي في ولد. يقولوا يلق القبله، يقوم يدعي 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 يدعي. يقول سبحان الله ما جاء، يقول نروح من عنده ما جاء بعد سنه لولدي في حضني في دعوه الشايب يوم دعاله. يقول الحمد لله ربي رزقني بولد وانبسط وحمدت ربي. يقول اتذكر دعي ويمه، يقول اتذكر دعوة الشايب اللي دعالي في آخر الليل في الوقت البارد في البراد الشديد، يقول دعا من قلبه صح. يقول أنا والله إني يعني مصدقة لوجه الله، ما فكرت في إني يعني يدعي لي، بس يقول سبحان الله الله أراد إنه بعد الله سبحانه وتعالى سبب لي دعالي هذا الشخص، الله فهم هذا الشخص والله تقبل منه والله رزقني بالولد اللي نفسي فيه. فسبحان الله الصدقة، الصدقة فضله عظيم. الواحد اللي يطلع صدقة بنية أي شيء في حياته يتمناه، والله الرب يرزقه ويحقق له أمانيه كل يتمناها. فسبحان الله عندكم مريض
تصدقوا عنه بنية شفاه، عندكم ضيقة تصدقوا بنية أن الله يفرج هذه ضيقتكم، تبغون رزق، تبغون خير، تبغون بركة، تبغون الله يصحكم من نيتكم وذريتكم، الله تبغون الجنة، تبغون رضا رب العالمين، هذه كلها مفتاح ليش الصدقة. تصدقوا بكل ما تجد بيدكم، حتى لو بهللة، حتى لو بخبزة، حتى لو بتمرة، هذه كلها عند الله سبحانه وتعالى تعتبر صدقة وأثرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله يقول يعني صدقة، يقول إذا خرجت مالك يعني ما تنقص مالك بل يزيد مالك، أنتم تصدقوا وربي راح يزيد أموالكم ويعطيكم ربي الرزق والخير وكل ما تمنوا، والله يفرج همنا وهمكم يا رب ويحقق أمانينا وأمانيكم يا رب. فالصدقة الصدقة لا تنسونها، وراح تشوفون الخير بإذن الله.